صحيح، مثلا من الأسباب الشائعة أو أسباب بعض الأمراض الشائعة في الكلى التهابات البول، هاي وايد شائعة. نعم. ومش بالضرورة أن هي السبب فشل كلوي، وعندنا بعد حصوات الكلية معروفة. نعم. يعني وشائعة، وممكن تكون شيء عارضي يعني مرة واحدة وخلاص يعني، فهذه مو لازم إحنا نعتبر أن هذا الشخص عنده فشل كلوي. نعم. إحنا نعتبر الشخص عنده فشل كلوي إذا أو قصور كلوي إذا كان عنده مشكلة في الكلى مزمنة، عارفين ان هي بتتم لمدة اكثر من 3 شهور. نعم. يعني هني احنا لما نقول الفرق ما بين الفشل الكلوي والفشل الكلوي الحاد او المزمن، وما الفرق بينهم لو توضحي لنا اياه؟ فهو الفشل الكلوي ان الكلية ما تؤدي وظائفها. نعم. هل هي مثلا فشل كلوي مزمن او فشل كلوي حاد؟ المزمن مثل ما قلت يكون في مؤشر لقصور في الوظائف، سواء في فحوصات الدم او في شكل الكلية نفسها، او في واحدة من مؤشرات مثلا فحوصات البول، وهذا القصور او هذا النقص مستمر لمدة اطول من 3 شهور او على طول دائما موجودة وعارفين ان هي ما بتروح. نعم. اما الحاد احتمال يكون في شيء عارض صار قوي، سبب قوي مثلا التهاب حاد في الدم او هبوط في ضغط الدم قوي ادى الى قصور في وظائف الكلية بشكل سريع جدا مثل ساعات او ايام، وهذا النوع قد يتحول بعدين الى فشل مزمن اذا ما تحسن تماما، بس في وايد حالات ان هي تطيب تماما وما يكون عندها اي قصور. يعني فينا نقول دكتوره انه في حالات الاهمال للعلاج او عدم الاستمرار بالعلاج قد يؤدي الى تطور هذه الحاله وتوصل لمرحله الفشل الكلوي الحاد؟ صحيح، يعني مثلا في حالات الجفاف قوية مثلا. نعم. عرفتي يعني مثلا واحد عنده جفاف قوي او نزيف قوي، بس هاي تكون حالات طارئة يعني في مراحل الطوارئ. نعم. فالطبيب اللي يشوف يعاين المريض في المراحل الاولى لازم يكون مثلا يركز في طرق العلاج السريعة، وفي نفس الوقت بعد تفادي بعض الاسباب الاضافية، يعني هذا الشخص اوريدي جاي بجفاف، انا ما ابى اضيف له مثلا لازم اعالج الهبوط اللي عنده، لازم مثلا في ادوية معينة ما اعطي. في نفس الوقت الحالات اللي مثل هذه إذا كانت في البيت خصوصا مثل الأطفال، لازم الأهل بسرعة يسارعون أنهم يأخذون الطفل مثلا للمستشفى لأقرب مستشفى لعلاجه. نعم.